إذن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استقل مروحية من محافظة أذربيجان الشرقية في رحلة العودة نحو طهران بعد افتتاح سد مشترك على نهر أراس الحدودي مع أذربيجان. المروحية وهي من طراز 171 MI التي تستطيع الطيران حتى 600 كيلومتر أقلعت وعلى متنها الرئيس الإيراني رئيسي ووزير خارجية أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية ومسؤولون آخرون. كانت ضمن ثلاث مروحيات بعد إقلاعها وتحديدا فوق منطقة ورزغان ذات التضاريس الوعرة في أذربيجان الشرقية انقطع الاتصال مع طاقم مروحية رئيسي في هذا التوقيت الذي كان يشير إلى الثالثة ظهرا بتوقيت إيران. كانت الأحوال الجوية مضطربة بين تساقط أمطار ورياح وضباب كثيف يحد من الرؤية. بعدها بدأت الأنباء تتضارب حول اختفاء مروحية الرئيس والوفد المرافق له، طبعا مع العديد من التكهنات والفرضيات وقتها، وأولها كان هبوط اضطراري صعب للمروحية في تلك المنطقة الوعرة. من هنا بدأت مرحلة البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، بينما عادت المروحيتان الأخريان أدراجهما إلى طهران. عشرات فرق الاستجابة السريعة توجهت إلى موقع سقوط أو اختفاء المروحية، بالإضافة إلى مسيرات مع دخول مساعدات خارجية في عمليات البحث التي توسع إلى منطقة قطرها 2 كيلومتر. امتدت لساعات طويلة. مصير رئيسي ورفاقه كان مجهولا. مع مرور الوقت بدأت الأمال تتضاءل في فرضية العثور عليهم أحياء، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن رسميا عن أي تفاصيل بهذا الشأن، بينما دعت وسائل الإعلام الشعب إلى الدعاء للرئيس. بعد 11 ساعة من البحث جاء إعلان السلطات فجرا عن العثور على حطام المروحية الرئاسية بمنطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد، ليعلن رسميا مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان والوفد المرافق في تحطم المروحية.